هذا مركز بني سويف. احنا بنشتكي ماسوره نص بوصه داخل ال 10 بيوت فيها 10 مواتير. الموتور الواحد حصان ما بيجيبش بقه ميه. بنضطر من كده. البلد ناقصها حاجات كتيره جدا. اول حاجه مفيش صرف صحي. تاني حاجه مفيش مطافي. ماشي؟ مفيش اسعاف. تمام؟ تالت حاجه والاهم في حاجه الميه، ميه الشرب بتيجي كل يوم بعد الفجر، بتيجي ساعه وساعتين، واحيانا بتقعد بالاسبوع او 10 ايام قطعه. احنا في قريه السعدنه في المسجد العتيق، اكبر اقدم واكبر جامع في البلد. الجامع ده مبني من سنه 1945. الجامع جاله ازاله ولحد دلوقتي احنا مش عارفين نبنيه، لان مفيش امكانيات ان هي تقوم الجامع. حتى دورات المياه موجوده بتعتمد على ماتور ميه، وممكن كمان لو الماتور ده الكهرباء قطعت الناس ما بتلقاش ميه تتوضى بيها، لان في خطين ميه داخلين البلد، والخطين دول بيمروا على كذا بلد. ده السبب الرئيسي، الخط الميه بيبقى مر على بلد واثنين وثلاثه من قبل السعدنه. فعشان المايه تيجي هنا بتكون ضعيفه، بتيجي الساعه 2 بالليل او الساعه 3 الفجر، بتيجي ساعه ونص ساعه وتقطع، واحيانا بتقطع بالاسبوع او 10 ايام. رحنا المسؤولين قالوا لك لازم نكشفوه، قالوا لازم نلغيه لحد ما يتعمل. طب هيتعمل امتى؟ قالوا بقى ما ياخد دوره بعد سنه، بعد 10، بعد 15. قعدنا نتحايل عليهم وقلنا لهم احنا اللي هنموت، نموت تحته واحنا ساكنين فيه، وبدل ما نروح نصلي اياه في الاماكن البعيده واحنا ناس كبار في السن وعيانين وتعبانين. فسابوه لنا وقالوا ان خدوا اقرار ان متوا مالناش دعوه. قلنا لهم ماشي مفيش مشاكل. الوحده الصحيه ديت بتخدم 20,000 نسمه تقريبا يعني، او اكتر من كده. وطبعا لما دكتور بيبقاش موجود وفي اي واحد تعبان، طفل تعبان من البلد او ست تعبت بالليل، بيضطروا ياخدوا يركبوا مواصلات وينزلوا بينا وبين المدينه حوالي 16 كيلو. واصلا قليل لما بتلاقي مواصله توديك المدينه. اذا لو لنديل فيها دكتور بالليل بيحاسبهم على الكشف كانك بتخش في اي عياده بره. لو رحنا وحده الحاجر برضه بتكون مقفوله. وحده الحاجر اللي جنبنا اقرب بينا وبينها 4 كيلو. وفي مشكله ثانيه، الجماعه بتوع الكسح اللي بيجيبوا الكسح بيكبوه هنا. موضوع ميه الزراعه، الترعه ناشفه على طول، بتيجي الميه فيها حوالي 3 ايام كل 10 ايام، ومحدش بيلحق يسقي ارضه. والزرع لو انت شفت نزلت الارض وشفت الزرع، هتلاقي الزرع محتاج ميه وزرع ناشف.